الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا، والحمد لله بكرة وأصيلا. الله أكبر 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 عدد من صام وعلى رزق الله أفطر، الله أكبر عدد ما كبر له المكبرون وصام الصائمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلاةً وسلامًا إلى يوم الأرض والمحشر. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلقكم من أجل غاية عظيمة ومن أجل أمر عظيم، وهو عبادته وحده لا شريك له. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية العظيمة والحكمة البالغة التي من أجلها خلق الله الخليقة، من أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة وخلق النار، ومن أجلها أرخصت الدماء في سبيل الله، ولم يتركنا سبحانه وتعالى هملا، بل أرسل إلى الناس رسلا وأنزل عليهم كتبا حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه وتعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: لأنذركم به ومن بلغ. فالله عز وجل لم يترك الناس هملا، ولم يخلقهم عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن أجل هذا الأمر العظيم أخذ الله الميثاق العظيم على بني آدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن لا يحتجوا عليه يوم القيامة بما فعل آباؤهم. فإن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم حشر ذريته وأخذ عليهم العهد والميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واعلموا عباد الله أن العمل الصالح لا يسمى صالحاً ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بإخلاصه لله سبحانه وتعالى لا شريك له. فمن أشرك في عمله رد عليه، ولا يكون العمل صالحاً ولا خالصاً
إلا إذا كان متابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى شرع العيدين للمسلمين إظهاراً لهذا الدين، وإظهاراً لشوكة المسلمين، وتعظيماً لشعائر الله عز وجل. وجعل هذين العيدين شكراً له على ما أنعم من العبادات ومن القيام بأركان الإسلام. فعيد الفطر يكون بعد القيام بركن عظيم من أركان الإسلام، وهو صيام شهر رمضان. وعيد الفطر بعد أداء فريضة عظيمة من فرائض الإسلام ومن أركان الإسلام، وهي حج بيت الله الحرام. لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذان العيدان يا عباد الله فرق بين المسلمين وبين أعياد الكافرين والمبتدعين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار ووجدهم يلعبون في يوم، فسألهم عن هذا اليوم الذي يلعبون فيه، فقالوا: هذا يوم كنا نلعب فيه في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذان العيدان فارقان بين المسلمين وبين أعياد المشركين والكافرين والمبتدعين. فليس في الإسلام سوى هذين العيدين، وما سواهما من الأعياد فإنه باطل أيًا كان اسمه وأيًا كانت صفته. فعظِّموا هذين العيدين، وعظِّموا شعائر الله. ذلك ومن يعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن النفوس الرفيعة والقلوب النظيفة لتتحين الفرص من أجل التصافح والتسامح، ويكون شعارهم: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا العيد فرصة عظيمة للنفوس الرفيعة لطوي الخلافات وحل المشكلات والتصافح والتسامح بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. وليكن شعارنا كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، فإن من الأمور العظيمة التي يجب على المسلمين أن يعظموها حق التعظيم، وأن يقوموا بحقها حق القيام، ما يقوم به أمر الدين والدنيا، وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، والرجوع إلى العلماء الربانيين في الفتن والنوازل وفي كل شيء من أمر الدين. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فقيام الدين والدنيا بتعظيم هذين الأمرين وهذين الحكمين اللذين من عظمهما فقد عظم الله سبحانه وتعالى، لأن القيام بهما هو سمع وطاعة لله ولرسوله، فالذي أمرنا بذلك هو الله، والذي أمرنا بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبطاعة ولاة الأمور تؤمن السبل، وتقام الحدود، وتقام الجمعة والجماعات، وتقام الأعياد، ومن دونهما تختل كل هذه الأمور، ولا ينفع بعد ذلك الندم. والرجوع إلى العلماء، والرجوع إلى العلماء يا عباد الله حفظاً للدين من المهلكات، وحفظاً للدين من الفتن الواقعات. وقد أمرنا الله عز وجل بذلك، وبين فضل العلماء في كتابه، وبين ذلك محمد صلى الله عليه وسلم في سنته: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، عظموا دينكم واعتزوا بالإسلام، فإن العزة للإسلام. فمهما مر على الإسلام من النكبات ومر فيه من العقبات، فإن الله عز وجل ما أنزل هذا الدين إلا من أجل أن يبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله فيه، إلا أدخل الله فيه هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. فاعتزوا بالإسلام، واعتزوا بدينكم، وتمسكوا به، وانصروا شرع ربكم، فإن الله عز وجل وعد الناصرين لدينه بأن ينصرهم، ولينصرن الله من ينصره. ونصرة دين الله سبحانه وتعالى تكون بإقامة شرعه، واتباع أوامره، واجتناب نواهيه، فعند ذلك يكون النصر المبين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إماء الله، إماء الله، إن شأنكن في هذا الدين العظيم عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصص لكن خطبة في العيد لبيان الأحكام وللوعظ والتذكير، وما ذلك إلا من أجل شأنكن العظيم في المجتمع المسلم. فثباتكن اليوم هو ثبات أمة، فاثبتن إماء الله، فاثبتن إماء الله، فاثبتن إماء الله على الستر والعفاف، اثبتن على الستر والعفاف، اثبتن على دينكن، وإن كثرت المغريات، وإن كثرت الفتن الواقعات، فإنكن على ثغر عظيم، وثباتكن ثبات للأمة، ثبات للرجال وللنساء. واسمعن قول ربكم ورسول ربكم، إذ قال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال عز ذكره: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تعرف الفاجرة والعاهرة من التقية، من التقية العفيفة الطائعة، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
وتأملوا جميعًا عباد الله الآية التي جاءت بعد هذا الأمر العظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه، إذ قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورًا رحيمًا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فذكر الله عز وجل المنافقين بعد ذكر آية الحجاب إشارة إلى أن الذين يريدون أن تخلع المرأة حجابها وسترها وعفافها هم أعداء الله، بل هم أعداء أعداء الله، وهم المنافقون الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال سبحانه وتعالى عنهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. فيا إماء الله اثبتنا على دينكن، اثبتنا على الستر والعفاف، واحذرنا من هذه الدعوات الباطلة، فإنهن قد دخلن في ستركن، دخلن في عبايتكن التي شرعها الله عز وجل من أجل الستر، فصارت اليوم هي زينة بحد ذاتها لا بد من سترها. وهذا من كيد الشيطان، من كيد الشيطان وأعوانه. واحذرنا إماء الله، احذرنا إماء الله من دعوات الطلاق، احذرنا من دعوات التمرد على الأزواج، فإنه مكر كبار وكيد عظيم من شياطين الإنس والجن، لأن بكثرة الطلاق في المجتمع المسلم ينهدم المجتمع وتكثر الرذائل وينهدم المجتمع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أن الشيطان يجلس في عرشه على البحر فيرسل شياطينه من أجل أن يفسدوا، ثم بعد ذلك يأتون إليه فيقولوا: ماذا فعلت؟ ويقول الآخر: فعلت وفعلت وفعلت، فلا يعطيه بالاً. ثم يأتي الآخر فيقول: فرقت بين المرء وزوجه، فيقربه ويقول: أنت أنت أنت. فهذه يا عباد الله دلالة على أن الشيطان وأعوان الشيطان من شياطين الإنس والجن يسعون جاهدين للتفرقة بين الأزواج والزوجات. فاحذرن إماء الله من هذه الدعوات الباطلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم واغفر لنا تقصيرنا وزللنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.